انا مش فاهم هو دخل البلد ليه؟ الطريق اللي احنا ماشيين فيه ده يوصل على الطرق اللي احنا ماشيين عليها. الله ايه يعني مش وراه؟ هنمشي وراه ازاي يا بختي حلم؟ مش هنروح دراعي في وسط الزحمه. طب والعمى؟ مفيش غير اننا نروح نستناه في الوش. هند انت واثق من الراجل ده كويس؟ انا ما بطيقش حد زي ما انا بحب. بينا على فشل مكوال؟ بطلع هو بيصرف ليه؟ يلا على حضرتك يلا يا اخوي لا انت راح سيبك منهم امور اللي بدك تعملها انا بدك تعملها ارجع على الصوره يا خلود اه تمام دلوقتي ده ما يطمنش ابدا. تعالى يا حرص يعمل كده. ده اكيد جن. انا مش عايز كده نفسي انت. ما تضايقش نفسي زي بس في حال. لو كان انا في الصندوق تبقى مشروع العمر كلها طارق الهوا. يا هند ده مش مستقبلك لوحدك، ده مستقبلنا كلنا احنا واولادنا. والعمى يا حان. ها عمى الاسود النايل ب 60 ليله. ممكن ده وراح اي مدى في الدنيا. يا اخويا انت كلامك نايل. ما مصيبك بقول لك ايه؟ ما تيجي نهيش وتفضلي معاك انا هجيب حتى لو كان عزيزي من كلمه. انا هجيب مش عايز اقول في اي ضمان. انا هسيب المايه تعالى انا بقول لك ايه؟ انت تقف هنا لو كده محروس الزفت ده تجيب مشاور زمارة الرقبة مفهوم؟ حضرتك
I'm gonna get it.